ميكستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سايس خو يا ليلي يا ليلا وانا ولدك يا ليلا. ايه محلى الحياة كم هي جميلة البرش يا لما إنسان يكون محلاه يعني وقاعد في الأمور متاعه، ما أحلى الراحة وما أحلى الهدوء ومحلاه المجلس وهو فارغ، توا نجم نخدم مرتاح ونادي القوانين الكل من غير معاضة ومن غير يعني كما يقولوا فيها فرشية. الحمد لله. شو التليفون اللي قاعد ينقز ذاته زي ما شكون قاعد يتصل بيا؟ أي خنز على هاتف هذايا خنشوف. ألو نسمع فيك، شكون معايا؟ تسمع فيا ولا؟ ألو شكون اللي طالبني؟ ألو هلو مسكنوشي، مرحبا بيك، يعني شكون معايا؟ هلو مسكنوشي، أم تراب جنوشي، أهلا بيك مرحبا بيك، يعني لحظة برك هنشوف المترجم وينه. يا صادق Sorry, Mr. Ganucci, I have a problem. Has to be في إشكالية. إيش بيك يا برو أنطق؟ فجأتني عليك يا حبيبي، كيف هي الأمور؟ يعني لباس ولا؟ شوفوا يا غنوشي، كلامتك في التليفون حبيت أقولك. يحبوا يحاكموني ويحبوا يحطوني في حبس يا غنوشي. هاوني بليز. يا أخويا اللطف عليك، شوف خدام تفهمين. لا بريج لا برتاب، حبيت نقول لك حاجة، شكون حب يعني حابسك وشكون يعني حب يحطك في الأمور اللي ما إيش هي؟ I want to say to you نجيب لويس أخوه عصام لويس جماعة جمهوري. أوه هذا مجماعة الحزب الجمهوري، وعلاش يحبوك تشد الحبس ولطف عليك يا تراب؟ فاهم عليا في البرلمان اللي أنا متحير، قالوا لي أنا متحير. يا ترامب، يعني أنا قلت لك يا ترامب يلزم شكون يدافع عليك في البرلمان يعني ويكون هو يعني الدفاع متاعك كما فعلت أنا في البرلمان في تونس. يعني مثلا أنا ديما دافع لي سونيا 200. What 200؟ What man في البرلمان؟ كما انت ابو هالي يعني يا ترامب، نقصد سونيا بنت مية بالانجليزية جي يعني 200، لذلك قلت لك سونيا بنت 200. Oh, one save. Thank you. I understand you. You are brother. Please, Ganushi. Please, شوف الحال. يعني أنا توا ما نجمش نشوف لك حل، لكن تحب نبعث لك الإعادة ما فهم حتى مشكلة. Say to me this، وش نعمل بيها الإعادة؟ تأديها للوطنية الأمريكية وتقعد تعود فيها صباح وعشية. إمام يعني الشعب الأمريكي تلهاوي يتفرج ومركز مع حد شيء، لأن الأمور كلها ممتازة جدا. وين المترجم؟ اش بي ما جاش؟ راني دخلت وخرجت في الحيلة. سايس خو.